نكمل مع الموضة مع باريس فاشن ويك اللي استقبل المصمم اللبناني جورج حبيقة واللي عرض مجموعته لربيع صيف 2017 من الريدي تو وير. الثيم كان من المحيط وعالمه الهادئ، ولهالسبب الديزاينز كانت مزينة بالأعشاب البحرية. وجورج معروف بألوانه الرومانسية اللي كررها بهالمجموعة بألوان الباستيل المستوحاة من الغروب، وأبرز الألوان كانت البنفسجي الأحمر والأبيض. الفساتين كانت بقصات وأقمشة مختلفة وأكثرها مزينة بديزاينز ملونة، والتول كان موجود بقوة مثل هالفستان المزين بنجوم البحر الملونة. ومن أعماق المحيط شفنا حصان البحر على أكثر من قطعة، وهالثيم البحري ما منع أنه يكون في قطعة كلاسيكية أنيقة جداً. وأكيد هاللوكات بيكملهم الأكسسوار، ولهيك بي باك كانت موجودة. هذا البي باك عم يتطور بكل كوليكسيون لنشوفه بألوان مختلفة، منشوف في تطريز مختلف، وكمان الإيرينجز أعطوا لوك ساحر خاصة الملونة. ومثل ما هالأزياء بتجذب السيليبريتيز، البلوجرز كمان بلشوا ينقوا الأوتفيتس اللي رح يلبسوها بالفاشن شوز أو الفوتوشوتس. بتشوفوا على الانستغرام هلأ لايك مارغو أند مي، ديانا ماكي كيم تو بيك أب هير دريسز أند فيو أذرز فرحات. So and we will have few other till the end of the week. بعد باريس جورج هيكون في نيويورك من 6 ل 10 اكتوبر عشان يعرض مجموعته الاولى من البرايدل ريدي تو وير لخريف شتاء 2017 2018.